شنو سبب خلافك الأزلي مع شقيقك عزة الشابندر باختصار؟ يعني أولاً وجهة النظر السياسية، يعني ممكن وجهة النظر السياسية تسوي خلاف بين أخوين؟ يعني أحياناً أحياناً هو اتجاهه شوية ذو نزعة برجوازية بيروقراطية، يعني ذو نزعة تكاد أن تكون يعني غير برجوازية ما كذا. تفاهمه أو لقاءاته مع شخصيات تعتبرها غير مخلصة للعراق، مثل مشعل الجبوري، الدعيني، غير هذول. طيب هل الخلاف هذا أزلي؟ يعني أنتم من قبل ما تدخلون الحياة السياسية تقريبا أكو نوع من عدم الانسجام بالاتجاه السلوكي، يعني قد يكون هو يعني إسلامي على يعني إسلامي كذا، لكن كسلوك يعني على مستوى الحياة، سلوك الحياة العادي، ماكو مثل اللبس والشرب والبيت وكذا، هو عنده نزعته الخاصة وأنا عندي نزعته الخاصة. طيب